بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره ورضاه ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. For the hastening of the reappearance of the Master, the Savior, the Avenger, the 12th Imam Al-Hujjat ibn Al-Hasan Al-Askari, recite aloud Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah.